ازيكم؟ دلوقتي هنحل مع بعض الأسئلة اللي سيبناها المرة اللي فاتت على المحددات، تمام؟ طيب كانوا 5 أسئلة. السؤال الأول بيقول لي the determinant has many forms، هتبقى الإجابة غلط. ليه؟ لأن ال determinants ليه شكل واحد بس اللي هو المربع، لأن عدد صفوفه تساوي عدد الأعمدة، فالأضلاع كلها هتساوي بعض فيبقى شكل واحد بس. طيب A B C D بيساوي المحدد A C B D، هتبقى الإجابة صح. ليه؟ لأن من خصائص المحدد اللي لو قلبنا الصفوف خليناها أعمدة، قيمة المحدد هتساوي قيمة المحدد الأصلي، تمام؟ فـ AB بدل ما هو صف كده خليناه AB عمود، وبدل CD ما هو صف كده خليناه عمود، تمام؟ فقيمة المحدد ده هيساوي قيمة المحدد ده، بس هو هنا رمز برموز علشان يلخبطك، تمام؟ لأنك لو مش عارف الخاصية دي هتقول غلط. طيب المحدد ده بتساوي 0 because there are accordance between the second and third rows، هتبقى الإجابة غلط. ليه؟ لأن لو بصينا للصف الثاني والصف الثالث هنلاقي سالب 3 على 6 فيها سالب نص، 9 على سالب 18 فيها سالب نص، 2 على 4 فيها نص، تمام؟ فكده دي سالب نص سالب نص نص، فهتبقى الإجابة غلط. ليه؟ لأن من شرط إن يكون المحدد بيساوي صفر لازم يكون في accordance، تمام؟ في الإشارات وفي القيمة نفسها، تمام؟ الفاليو والإشارات، فما ينفعش نتغاضى عن الإشارات، فهتبقى الإجابة غلط. لكن دي لو كانت سالب نص كنا عملنا الإجابة صح، تمام؟ بعدين السؤال ده رقم 4 بيقول جاب لي محدد من الدرجة الثانية بيقول لي بيساوي سالب 3، إكس هتساوي كام؟ طيب الإكس هتساوي إيه؟ هنعمل إيه؟ هنحل المحدد عادي خالص، ده محدد من الدرجة الثانية، القطر الرئيسي ماينس القطر الثانوي، إكس في إكس بإكس تربيع ماينس 14 في 6 ب 84 هيساوي سالب 3. طيب اكس تربيع هتساوي، هنقول سالب 84 الناحية الثانية يبقى سالب 3 موجب 84، يبقى الاكس هتساوي 81، اكس تربيع هتساوي 81، يبقى الاكس هتساوي ايه؟ الاكس هتساوي موجب او سالب 9. ليه قلت موجب او سالب 9؟ لان ده جذر، يعني الاكس ممكن تبقى موجب 9 والاكس ممكن تبقى بسالب 9. قال لك اه ليه؟ لان لو قلت الاكس هنا والاكس هنا 9 في 9 ب 81، تمام؟ لو قلت طيب سالب 9 في سالب 9 هتطلع برضه ب 81، لان انت ضربت السالب في السالب، فهنا الاكس ملهاش قيمه واحده. يعني لو قال في الاختيارات مثلا 9 سالب 9 8 مثلا الف وب معا او اي بي مع بعض، هيبقى اي بي ليها اجابتين مش اجابه واحده، تمام؟ طيب بعدين السؤال رقم 5 جاب لي محدد من الدرجه الثالثه بيقول لي بيساوي 16، اكس هتساوي كام؟ طيب نحل المحدد عليه خالص، طيب ده محدد من الدرجه الثالثه، بنحله ازاي؟ بطريقه كرامر يا بطريقه ستارز؟ انا مثلا هحله بطريقه كرامر، تمام؟ هقول موجب سالب موجب هيبقى 1 موجب 1، وهنفتح محدد نلغي الصف والعمود هيبقى 0 3 0 2، وبعدين هيبقى سالب 2، ونفتح محدد يبقى سالب 1 3 اكس 2، وبعدين نعمل محدد من الدرجة الثانية برضو ونكتب فيه سالب 1 0 اكس 0، تمام؟ ونحل عادي، نقول هنا 0 في 2 ب 0 ماينس 3 في 0 ب 0 سالب 2، بعدين نقول سالب 1 في 2 بكام؟ بسالب 2 بسالب 2، تمام؟ ماينس 3 في اكس 3 اكس موجب 4، بعدين سالب 1 في 0 ب 0 ماينس 0 في اكس ب 0، تمام؟ يبقى هنا الواحد في الزيرو بالزيرو، تمام؟ ماينس 2 سالب 2 ناقص 3 اكس نجيلها في الاخر، وموجب 4 بزيرو هتبقى موجب زيرو. تعالوا بقى نفك اللي في النص، سالب 2 في سالب 2 بموجب 4، وسالب 2 في سالب 3 اكس موجب 6 اكس، تمام؟ هيساوي كام؟ 16، تمام؟ بعدين نقول 6 اكس بتساوي 16 ماينس ال 4، يعني 6 اكس هتساوي ال 12، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 12 على 6 هتبقى الاكس بتساوي 2، تمام؟ ده كده الحل، جبنا قيمة اكس عادي خالص، بنحل وعادي خالص، ما تتخطش لما تلاقي مثلا اكس في المسألة كده. دي حلول المسائل، شكرا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.